قالت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية أصدرت أوامر لاعتقال 133 شخصا يعملون في وزارتي المالية والعمل في إطار حملة موسعة بعد محاولة انقلاب العام الماضي. وجاءت أوامر الاعتقال في إطار ادعاء الحكومة أن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق بايلوك للتراسل الذي تستخدمه شبكة فتح الله جولن المتهم من أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50,000 وقامت بفصل 150,000 آخرين من عملهم.